عليكم السلام يا فندم. استاذن حضرتك بس اعلي صوت شويه. اه مع حضرتك ام محمود، عندي استثناء متعينه عند حضرتك ايه يا فندم؟ 8 شهور، والدكتور قال لي انت ما تولديش طبيعي، اه تولدي قيصريه، تمام. عشان انا بشتكي من ساعه ما شلت من فلاشه تقليديه. بتشتكي من ايه؟ عايزه اتاكد بس من المعلومه دي. معلش عيد السؤال تاني معلش. انا حامل 8 شهور. حامل 8 شهور تمام. عندي استجماتيزم. عندك استجماتيزم تمام. ومن ساعه ما حملت عندي فلاشه في عينيا. عندك ايه؟ فلاشه. فلاشه في عينيكي. تمام. هي منين كده فلاشه مستمره. تمام. الدكتور قال لي تولدي قيصريه ما تولديش طبيعي. تولد قيصريه ما تولديش طبيعي. هيأثر ايه على عمليه الحزن؟ هو وجود فلاشة في العين دي بيبقى معناها ان في زي ضعف في الاطراف بتاعت الشبكية، فمحتاجين ان الدكتور بتاع عيون يفحص الشبكية كويس. تمام. الشبكية لو فيها قطع او ضعف في الاطراف بتاعت الشبكية بنعمل لها جلسة بتاعت ليزر تأمين لاطراف الشبكية. تمام. بعض الستات الحوامل بيبقى عندهم بعض المشاكل بتعمل لهم ارتشاح في الشبكية، وده ممكن يؤدي الى انفصال في الشبكة. تمام. فلازم الفحص يا حاجة الدكتور اللي هو بتاع العيون اللي بيكشف عليكي يقولك انت تولدي يعني ممكن تولدي كده ولا كده، هو دي ترجع للدكتور بتاع النساء. بس هو لو شايف اي اعراض في قاع العين لازم يبلغ دكتور النساء بهذه الاعراض.